حاجة حصلت النهاردة إن الشرطة والجيش وإحنا بنفطر مع بعض. إسكالية يا ميكي. أحلى حاجة حصلت النهاردة. بجد والله. أنا لا أنا مش عايز. مش عايز إيه تعالي بس خدي. بعد ما خلصنا بتطلعي إيه؟ مش عايز إيه زعلانة ليه؟ لا عادي يعني. اتفضلي. أنا مبسوطة عشان إحنا كلنا النهاردة إحنا والجيش والشرطة بنفطر كلنا مع بعض. يعني دي حاجة تبين لنا ان هم كانوا واخدين اوامر يضربونا، مش كانوا هم ما كانوش عايزين يضربونا اساسا. دول دي اوامر، يعني دي رساله لاسرائيل اللي هي ما بتقولش ليها عشان القلق اللي في مصر او الثوره، ان احنا ايد واحده ماشي مهما حصل، ايد واحده ماشي. هم مش هيقدروا لا يفرقوا الجيش عن الشعب ولا الشعب عن الجيش. تمام. ان احنا الاثنين ايد واحده. احنا في عساكر دلوقتي واحنا واقفين بنديهم الاكل، بيقولوا احنا لو ادونا امر نضرب احنا مش هنضرب. يعني هم ذات نفسهم قالوا لو ادونا امر نضرب احنا مش هنضرب. ايش قولي لي انا ولا فطام طيبه انت؟ طيب النهارده ايه الفطار طعمه ايه النهارده؟ احلى فطار في الدنيا والله العظيم. امبارح قاعده ما روحتيش؟ انا ما روحتش، روحت غيرت هدومي وجيت. هدير اهلا بحضرتك. انا اسمي اوسم ابراهيم. النهارده انا فرحان بالفطار في رمضان. انا حاسس ان انا بفطر كده وسط اهلي وسط اخواتي وجايين نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل. احنا ناكل فطوره بعد الفطار. والله العظيم احلى ايام الواحد عاشها. الثوره دي جمعت الناس على حب وانا اخد عنها يوم في شهر رمضان هو النهارده قدام الامام السفاره الاسرائيليه مع الناس الحلوه. اللي حصل النهارده ده وامبارح على خير عرفت بالناس الحلوه. انا النهارده فرح. احنا هو احنا اللي بنحمي الجيش واحنا جايين عشان خاطر الجيش. والله العظيم احنا جايين النهارده عشان الجيش وعشان دول اخواتنا. هم غدروا بينا اول يوم رمضان وهدوا الاعتصام علينا اول يوم رمضان، انما احنا عشان جدعان ورجاله وبنحب بلدنا احنا جينا ندافع عنهم برضه، حتى بعد ما اتضربنا منهم واتحبسنا منهم. عايز اقول لك حاجه لو سمحت. احنا الصبح دعيت ربنا ودعيت الناس وقلت للناس ان كل اللي يعرف حد يتصل بيه عشان نبقى مليون. النهارده من خلالك انا بدعي الناس ان احنا عايزين نبقى اكتر من 5 مليون، لان احنا كلنا جايين لهدف واحد. وانا بس هدف اللي هو حفاظ على امن مصر. حفاظ على مصر كلها. من نجا حمادي محافظة هنا. نجا حمادي واحد من ملايين المصريين اللي مستنين المجلس العسكري يطلع ويقول لنا بيان زي ما كان بيطلع ويقول حركة كفاية خاينة وحركة 6 ابريل خاينة. احنا دلوقتي عايزين بيان يقولوا لنا اسرائيل دي ايه. عايزين بيان يرجع للمواطن المصري هبته وكرامته. البيان اتأخر ليه؟ المجلس الوزراء امبارح عمل اجتماع، الاجتماع طلع منه ان وزير الخارجيه يستدعي السفير الاسرائيلي ويقدم له احتجاج رسمي. هذا غير مرضي وغير كاف. نحن نريد بيان شديد اللهجه يبين للمصريين كرامتهم يطرد السفير. احنا مش عايزين حرب، احنا عايزين نقطع اي علاقات مع اسرائيل ونطرد السفير ده. ولا مكان للكيان الصهيوني على ارض مصر، ومن يعتدي علينا نعتدي عليه. احنا مش عايزين حرب، احنا بس عايزين يا جماعه نقول ان احنا احفاد صلاح الدين، يعني عندنا القدره لاي حاجه. وعايز اقول للمجلس العسكري وللجيش بتاعنا ان احنا وقفنا معاكم في 67. في 67 يا جماعه ايام النكسه قلنا لكم ان انتوا خسرتوا معركه بس ما خسرتوش الحرب. وكانوا ابهاتنا بيتسللوا ويعملوا عمليات.